هو انت في ايه؟ كل ما اكلمها الاقيك قاعد بتبرطم كده، في ايه مالك؟ ليه ما عنديش استعداد اروح استسمعهم واطلب العفو منهم تاني عشان خاطرك انت واللي اسمها نرمين دي اللي ما اعرفش ايه لازمتها في حياتنا؟ تقدري تقولي لي بقى هتستفيدي ايه وانت بتديها كل حاجه ببلاش كده؟ ومين قال لك انه ببلاش؟ ليه يعني؟ هي حالتها ايه عشان تديهولك؟ يا روحي انت فاكر ايه؟ فاكر ان نرمين دي شحاته؟ لا يا بابا، دي بتعرف تقلب زيات كويس قوي. وانت بقى تقلبيها في ايه؟ شنطه ولا زيت برفي؟ هو انت هتفضل طول عمرك كده دماغك على قدك؟ بص يا حبيبي، نرمين دي هي الشوكه اللي في ظهر جميله، لو اتشالت زياد ده هيعيش مرتاح ومتهني، وجميله هتزقطط ومش هيبقى عندها اي مشاكل. يعني من الاخر كده، نرمين دي هي الكره اللي بنلاعب بيها صاحبك ومراته. لو فاهم بقى اتكلم، مش فاهم يبقى بطل لت وشغل لنا حاجه حلوه نسمعها.